مشاهدينا الكرام، طيب الله اوقاتكم واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج بانوراما الناس. سؤالنا هذا اليوم يتعلق بالجنوب. ما تاثير اقفال مصرف ليبيا المركزي بسببها على حياه الاسر في الجنوب؟ يعني هناك اعتصام امام مصرف ليبيا المركزي بمدينه سبها، منع يعني اغلق المصرف ولم يتمكن المواطنون من استلام رواتبهم. قبل أن نبدأ نخرج ونشاهد هذا التقرير معا. هذا الاعتصام الذي ينظمه منتسبي منطقة سبها العسكرية أمام مصرف ليبيا المركزي فرع سبها، والذي يستمر منذ شهر، أدى إلى حدوث شلل تام في عمل المصارف داخل مدينة سبها ومصارف الجنوب عامة، فلم تستطع السلطات صرف مرتبات الموظفين حتى الآن. المرتبات حاليا الآن يعني في وضع خطير جدا جدا، لأن أعتقد نسبة أعلى من 80% منها محجوزة بحكم السيطرة على مصرف ليبيا المركزي. المعتصمون هم من العسكريين والذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ عدة شهور، بل أن هذا العسكري لم يتقاضى مرتبه منذ سنتين حسب قوله. غير أن هناك أسبابا أخرى مهمة ذكرها المتحدث باسم المعتصمين أمام المصرف المركزي. أول طلب أمر منطقة سبها العسكرية يكون من سبها، مش شرط يكون فلان ولا علان، أي ضابط نزيه بيخدم الجيش وبيخدم الجنوب بيفعل مؤسسة عسكرية في الجنوب وإحنا عماه. وتاني حاجة، مرتبات الجيش بالكامل مدة 4 سنين، ويديروا قرار يستثنوا الرقم الوطني يصرفوا به مرتبات الجيش. اجتمع اليوم المعتصمين ليؤكدوا أنهم ليسوا سوى جيشا نظاميا يحمل أرقاما عسكرية ويعانون من التهميش، وإنما اعتصموا هنا ليطالبوا بحقوقهم المشروعة وليس كما يصفهم البعض الآخر. احنا الناس اللي قالوا علينا جيش معمر، وقالوا علينا مرتزقه، وقالوا علينا زلام. احنا ما نتبع معمر ولا عندنا علاقه بمعمر. النظام الفاسد هو اللي يدمر ليبيا كلها، تحمل رقم عسكري. حتى في جيوش العالم العسكري يتعامل بالرقم العسكري، ما يتعاملش بالرقم الوطني. لكن الاعتصام فعليا تسبب في تدهور الأحوال المالية للمواطنين وعجزهم عن توفير متطلباتهم من الاحتياجات المعيشية اليومية، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود والتي ليس لها دخل آخر سوى المرتبات. جر هذا بعض الناشطين وأعضاء من المجتمع المدني لإلقاء بيان نددوا فيه بقفل المصرف، وطالب بتحييد المؤسسات في الاعتصامات، خاصة تلك المؤسسات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين. مسألة إقفال مصرف ليبيا المركزي سبها، والذي تسببت حتى الآن في تأخر صرف المرتبات للمواطنين في الجنوب بالعموم وفي سبها بالخصوص، فعليه نقف اليوم في هذه الوقفة المطالبة بالآتي. أولا، نحن مع الاعتصامات السنية الحضارية التي جاءت بها الثورة 17 من فبراير، ولكن هذا لا يعني أن تتسبب هذه الاعتصامات في الضرر بالمواطنين ولا تقف أمام مصالحهم وأرزاقهم. فشل المجلس البلدي الواضح في حل مثل هذه المسائل، بل أن الكثير يرى أن المجلس انقسم على نفسه وضاع مع هذا الانقسام الدور الحقيقي للمجلس في تأدية مهامه، والتي من أهمها توفير الخدمات الإنسانية اليومية. كما ندين ضعف أداء المجلس البلدي سبها الذي أدى إلى تفاقم الكثير من الأزمات، ومن أهمها نقص في الغاز الطهي والوقود والمخابز، وأيضا إغلاق مصرف ليبيا المركزي إلى هذه اللحظة. بين اعتصام هؤلاء العسكريين أمام مصرف ليبيا المركزي وبين الفشل الواضح للمجلس البلدي سبها وابتعاده عن تلبية متطلبات الشارع الأساسية، يبقى المواطن هو الخاسر الوحيد في هذه المعادلة. فهل سيستمر المواطن صابرا محتسبا، أم أن لصبره حدود؟ محمد البكوش لقناة ليبيا بانوراما سبها. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم من جديد. ماذا أو ما تأثير إقفال مصرف ليبيا المركزي بسبها على حياة الأسر والجنوب؟ طبعا هناك اعتصام من مجموعة
عسكريين أمام مصرف ليبيا المركزي. هذا الاعتصام أو بخصوص هذا الاعتصام معنا السيد يونس المتحدث باسم المعتصمين أمام مصرف ليبيا المركزي. سيد يونس أهلا وسهلا بك. مرحبتين بكم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخوي يوسف. أولا نريد أن نسأل إلى أي جهة يتبع المعتصمون أمام المصرف يوسف يونس؟ أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. بالنسبة للناس اللي معتصمة في مصرف ليبيا المركزي من جميع الوحدات يتبعوا تحت أمر منطقة سبحة العسكرية، من جميع نعم. وحدات الجيش يتبع منطقة سبحة العسكرية. نعم. والوحدات هذين بالكامل قوائمهم مستلمين انفض رابط عند رئيس الأركان، عند وزير الدفاع، عند رئيس الحكومة. ليهم نعم. سنين ما داروا لمحل الناس هذي، وسبب نعم. الناس هذي اللي ما داروا لمحل الحكام اللي كلفتهم رئاسة الأركان اللي دزوهم لمدينة سبها، كل حاكم صرفوا له ميزانية وعتاد وضخائر وآليات، كل منا كيلو وعدوا، ما داروا حل الناس هذي. يعني كم سيد يونس؟ نعم سيد يونس، كم عدد هؤلاء وكم سنوات أو كم المدة التي لم يتقاضوا فيها رواتبهم؟ أول حاجة بالنسبة للعدد 2000 عسكري. نعم. ومن ضمنهم في عقود، في حتى جماعة العقود لم يتقاضوا مرتباتهم، في اللي ليه يعني في اللي ليه سنة ونص، في اللي تو سكر 3 سنين، في اللي 6 شهور وسبعة شهور، يعني قريب 4 سنين الناس ما يخالصت. نعم. وهؤلاء كلهم عسكريون أصحاب أرقام عسكرية بالكامل، يحملوا الرقم نعم. العسكري وبرتبهم وأسماءهم. نعم. أريد أن أسأل هنا سيد يونس، لماذا كان الاعتصام أمام مصرف ليبيا المركزي بالذات؟ ما هي الرسالة التي تحاولون إيصالها؟ الرسالة إحنا من أول يوم اعتصمنا فيه، قبل احنا نعتصم وقبل هذا بروح اعتصمنا احنا هنا قبل في المصرف باهي. نعم. جانا العقيد طاهر شبيعان مدير مكتب وزير الدفاع. نعم. وجاء رئيس مجلس الديوان سبها مصطفى كنونو. وجونا العيان متاعات القبائل وقالوا احنا مشكلتكم احنا نحلوها لكم، واحنا حقكم علينا واحنا ندير لكم كل شيء. طلع جميل. باعتبارها ناس حكماء ومؤسسات مجتمع مدني وهذا مدير مكتب وزير الدفاع. خلاص سمعنا كلامهم وطلعنا. خلصوا 6 شهور، بعد 6 شهور ردت القصة من جديد، عاودوه نفس القصة، عاودوه لهم 6 شهور. وقبل أن نعتصموا هنا خاطبنا جميع الجهات. خطبتم وزارة الدفاع؟ نعم. خطبتم وزارة الدفاع؟ كل منا خطبنا وزارة الدفاع، خطبنا الأركان، رئيس الحكومة الغويل حاليا توا بالكامل، نعم. القائد العام نوري بوسامين كلها عندها العلم. نعم سيد يونس، يعني ما علاقة المواطن البسيط بقضيتكم؟ يعني هو أيضا تحرمونه من الراتب كما حرمتم، يعني ما علاقة المواطن البسيط الذي ينتظر نهاية شهر راتبه ربما الآن يعني لم يتقاضوا رواتبهم؟ كلامك كويس يا سيدي الفاضل. نعم. المواطن احنا نوجه له رسالة، إذا كان هو تو شهر باي، واحنا ما نايمين عليه فعلا، ضغط واصحاب اسر وعائلات، وفعلا ان احنا ما نقول لك ما انا غالطين، لكن احنا بعد خاطبنا الجهات المسؤوله بعد 4 سنين ما داروا لنا حل. ليش المواطن والمؤسسات مجتمع مدني والمواطنين في الشارع ما طلعوا اعتصموا تكلموا عمانا؟ ليش ما داروا عمانا حل؟ قصدي انت اذا كانت شهر ما خلصت، هذا لي 4 سنين، 4 سنين اكثر. صحيح. او شهر اكثر. نعم 4 سنين اكثر، لكن لك 4 سنين تعال يا سيدي الفاضل نجيب كاميرتك ونقول لك اللود ذيك في البلاد، يعني نقول لك في سوق الخضره، نقول لك للفحم، نقول لك للبنزينه، نقول لك للشوارع. نعم. في اللي تكس بيش يوقف عويلته ما يبيش يمد يده لحد. صحيح. 4 سنين هذين يعلم الله فيهم كيف تحمل الجيش. اذا كان ناس ثانيه راهو الوقت مع احترامي للبعض وما نطعني في حد يخنق، سوى الظواهر السلبيه اللي في البلاد من شنو؟ من قله المعيشه. صحيح. من نعم سيد. حتى المرتبات يتأخرا، يقعد شهرين بعد شهر يجن مرتب، ناس تعول في أسر، في اللي في الجيش هذا في أقصى مدة، لا في اللي ليه 30 سنة في الجيش. نعم. مش معقول. نعم. يعني الدولة الليبية تحمل علينا وإحنا ناس عسكرية تحت أمرة الدولة وتحت. لا بالتأكيد لا، يعني بغض النظر عن إنكم عسكريين سيد يونس. نعم.
بغض النظر على انكم عسكريين، يعني انتم ليبيون ولكم الحق، انتم ليبيون ولكم الحق في ذلك. نعم سيد، سيد يونس، اريد ان اسالك، تستمع الي يونس؟ يعني هل ترى من الصواب ان يكون المواطن هو الضحيه من اجل قضيتكم وان كانت عادله؟ اليس من حق المواطن الان المتضرر ان يخرج عليكم باعتصام هو الاخر لانكم توقفوا مرتباته؟ احنا يا اخو المواطن يجب ان يتحمل، صح احنا ضرينا المواطن والمواطن يجب ان يتحملنا، واليوم جونا المواطنين وانطوا طلعوا يلا يلا البلديه مسكرينها حتى هم طالبوا بان الدوله تخلص الجيش لان فعلا هم اضطروا. يعني الان ان المواطنين في مدينه سبها يقفون معكم في نفس الصف؟ لا اليوم على حسب ما سمعت قالوا لي مشوا داروا وقفه احتجاجيه يلا مجلس المقر العميد البلديه. لكي يحل هذه الاشكاليه، وهذه الاشكاليه تحل بتقاضيكم مرتباتكم. احنا الاشكاليه يا سيدي الفاضل قلت قبل لا نعتصموا اعطينا قريب سنه واحنا راسنا في طرابلس وراو المسؤوليه نحملوها لاداراتنا هنا في سبها، الادارات هذه فاشله بالكامل. احنا مش تو نحطوا العبء غير على طرابلس، لا حتى المسؤوليه نحملوها على اداراتنا الفاشله اللي هنا، ونحملوا المسؤوليه للحكام اللي يجوا لمدينه سبها. ليش ما نضرب في امر الجيش؟ ليش ما تكلموا؟ مؤسسات المجتمع المدني، المجلس البلدي، الحكماء، جميع المؤسسات في البلاد عارفين الوضع في البلاد، ليش ما طلعوا تكلموا؟ ليش ما داروا وقفه احتجاجيه؟ ليش هم وصلونا لهالمرحله هذه؟ نعم سيد يونس، الان يعني اخيرا اريد ان اسالك، هل بالامكان فض هذا الاعتصام من اجل المواطنين لكي يتقاضوا مرتباتهم، ام انكم ستقفون، ام انه هناك حلول؟ يعني ان كانت هناك حلول اخبرنا بها. باذن الله احنا عندنا لجنه وصلت لطرابلس واليوم اجتمعت، وبكره الاجتماع ان شاء الله القائد العام بكره حيجتمع معهم رئاسه الاركان ورئيس الحكومه. احنا مطالبنا سبب الاعتصام في مدينه سبها على امر المرتضى باهي. احنا على علمكم انتم كقناه مدينه سبها جوها سبع ضباط كلفتهم رئاسه الاركان، كل ضابط صرفوا له ميزانيه وعتاد واليات، لما تتم مهمته من هنا يقل فلوسه العتاد والمهمات بالكامل يروح فيها. يعني هذا ما هو ملك، ما هو ملكه هو الشخصي، ملك الدوله. صحيح صحيح. ويجب اني انا مطالب الدوله اذا كان في دوله ورئيس الاركان وزير الدفاع ان الناس اللي كلفوهم يستدعوهم للتحقيق. نعم سيد يونس، يعني سيد يونس انا يعني هناك من يرى من وجهه نظره ان يكون اعتصامكم امام وزاره الدفاع او الاركان. ايه يعني يكون افضل، يعني هم المسؤولون وليس مصرف ليبيا المركزي ولا المواطنين. فعلا انا نزيد نعاودها لك، فعلا احنا غالطين وضرينا المواطن، يجب عليهم المواطنين انهم يتحملونا بقدر الامكان. راهي اللجنه بكره باذن الله حيحسم الموضوع ان شاء الله. شكرا. في بوادر كويسه وفي امور كويسه وسلمناهم اجراءاتنا وكل شيء عندهم في طرابلس. يعني اهم ما في الموضوع سيد يونس انكم يعني انتم ايضا قلبكم مع المواطن. والله العظيم يا سيدي الفاضل احنا لما جاءنا ودرنا حتى جهزنا اليه العمل كيف بنشتغل في البلاد، حنأمنوا الجوارة، حنأمنوا المصارف، حنأمنوا المستشفيات، حنأمنوا الكليات، حنأمنوا مطار سبها، اذا كان الدوله عاونتنا ورئيس الاركان عاوننا ودعم المؤسسه العسكريه حناخذ مستعدين نتنازلوا عن مرتباتنا، لكن بشرط يحطوا لنا امر منطقه سبها العسكريه يكون من سبها ان شاء الله. شكرا. المؤسسه العسكريه والله العظيم ثلاثه حنتنازلوا عن مرتباتنا من اجل ليبيا، مش من اجل اي اجنده ثانيه، واحنا لا عندنا علاقه بالعمليات في ليبيا ولا في احزاب يدعم من فينا، احنا ولاءنا لله ثم الوطن ودم الشهداء يا ولد. المتحدث باسم المعتصمين امام مصرف ليبيا المركزي السيد يونس علي كان معنا من سبها، شكرا جزيلا سيد يوسف. معي ايضا بنفس الموضوع الدكتور مصطفى الصغير. دكتور مصطفى اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك دكتور مصطفى. نتحدث عن هذا الاعتصام يعني امام مصرف ليبيا المركزي الذي منع يعني وصول المرتبات لمستحقيها المواطنين، كيف ترى انت هذا الاعتصام وما مدى تاثيره؟ والله هو الحقيقه ان الاهل الجنوب واهل سبها خاصه يعانون كثير من الازمات وكثير من المشاكل، من أزمة وقود وأزمة بنزين وأزمة غاز وأزمة مخارج، بالإضافة للانفلات الأمني والجرائم وغيرها من كثير من الإضافة إلى تعطل سبها الدولي، كثير من الأزمات والمعاناة.
لكن هذه الأزمة أحدث وأكبر يعني. إيه تأتي هذه الأزمة في وقت قاتل حين تقضي على القوت اليومي للإنسان. يعني ممكن الإنسان يصبر على البنزين، يصبر على الغاز، يعني لكن لا يستطيع أن يصبر على الجوع. يعني أنا أستغرب من أناس يحرموا الناس من قوتهم ومن أموالهم ومنهم بحجة الدفاع عن حقوقهم، وهم يأتيهم الأكل في مكان اعتصامهم وغيرها. الحقيقة أن كيف دكتور مصطفى من يأتيهم الأكل؟ والله يعني أكيد هذول المعتصمين يأتيهم أكل، ما هم قاعدين جعانين زي الناس الثانيين اللي جعانين. هل هم لما يأكلوا وما يشربوا يأتيهم الأكل؟ في ناس لا تستطيع أن تشتري، يعني عرفت؟ إذا كان هم كيف يستطيعوا أنهم يأكلوا ويشربوا إذا كان الآن لهم 3 أسابيع؟ أكيد أنهم يأكلوا ويشربوا ويغيروا في ملابسهم ويدخلوا وكذا وكذا. في غيرهم لا يستطيع يأكل ولا يشرب ولا ويتسول للناس. هي شو الأزمة الآن أكثر من 3 أسابيع. الناس تعرف أن الناس تنتظر في المرتبات، تنتظر بفارغ الصبر، فتأتي أن تأخرها شهر كامل. نعم، ولكن دكتور يعني كان معنا سيد يونس وقال أنهم أيضا يعني هم يحتاجون إلى مرتبات التي قطعت ويتمنون أن يقف معهم الناس في نعم ما في شك أنها معاناة حتى هم، يعني نحن لا ننكر أن معاناتهم مثل باقي شرائح المجتمع هم معاناة. وبالإضافة أنهم ليس هم الوحيدين الذين لم يأخذوا مرتباتهم، كثير من العسكريين لم يأتوا إلى المصرف ليعتصموا أو يضروا الناس. نعم. كثير من الثاني ليس في نعم ولكن ليس في سبب ولكن في ليبيا كثير من الشهداء، أسر الشهداء رواتبها مقفولة مقطوعة من زمان، من 6 شهور وثمانية شهور. أنا أعرف كثير من العسكريين، كثير من الثوار الآن تحت القوة الثالثة ولهم أكثر من سنة ما أخذوا مرتبهم، والآن بالعكس لأنهم ما زالوا يقدمون ويدافعون ويذهبون إلى الشمال للجبهات وكذا ولم يعطلوا الدولة. فهذه قضية وطنية وبعدين قضية إنسانية بحتة، يعني قضية إنسانية. يعني الناس تموت في الجبهات وتموت في كذا، وأنت تأتي تقطع قوت الناس بدل أن تقف مع الدولة في ظرف حرج. يعني الآن نريد أن نتكاتف، أجل قضية إلى وقت ثاني. يعني أنت صبرت سنة، ما لا تستطيع أن تصبر شهر أو شهرين ثانيين؟ وخاصة وعدوكم الناس ووعدوا وتدخلوا الناس وحاولوا أن يعدوا ويحلوا الأزمة وغيرها. الحقيقة أن هناك أنا أحس أن في قد يكون في بعض الناس تاجر بمعاناة الناس الحقيقة. نعم، لكن دكتور يعني دكتور هم طلباتهم المرتبات وتعيين آمر من مدينة سبها على منطقة مدينة سبها، يعني هل هذه فقط هي مطالبهم أما ربما يعني هناك من يقول ربما هناك أجندات أخرى؟ يعني الناس يتحدثون كثيرا مرتبات حقوق المرتبات، وهذا يجب على الدولة أن تجد لهم حل، ما في شك. ما يعني هم وغيرهم مش هم. نحن لا لماذا نحصر المشكلة دائما في جماعة مصر؟ يعني كثير من الأسر وكثير من العسكريين وكثير من الثوار وكثير من كل في مناطق كثيرة في ليبيا لم يأخذوا مرتباتهم. يعني هذه قضية قضية جماعة المصرف الآن اللي قافلين المصرف، ولكن الناس هذوما منعتهم بعض المواقف الوطنية ومنعتهم معاناة الناس من أنهم نعم. الثاني أنا أستغرب الطلب الثاني وهو الحاكم. هو ربما الثاني أتى في السياق، يعني أنا فهمت يعني على ما فهمت الموضوع أن الثاني أتى في السياق، يعني لم يكن طلبا وإنما شوف نحن في ليبيا في ليبيا سواء في النظام السابق أو في عهد الملك أو نعم. دكتور مصطفى يعني داهمنا الوقت، شكرا جزيلا، أنت أوضحت الصورة، جزاك الله خيرا. شكرا دكتور مصطفى الناشط السياسي. معنا سيد علي من سبها. علي أهلا وسهلا، ناسف على التأخير سيد علي. أهلين، سامحنا على التأخير يا علي. سامحك. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام، تفضل أخوي علي. السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام. نعم، أنا أحد أفراد الشعب الليبي في مدينة سبها. نعم، أهلا بك. أريد أتكلم على مشكلة الجيش الليبي المعتصم في مصرف المركز. نعم، أمام مصرف ليبيا المركز.
هؤلاء أعضاء من الجيش الليبي. هناك البعض من المواطنين يقولون أن هؤلاء مرتزقة وهؤلاء جيش ليبيا، لا ليس لهم علاقة لا بفجر ليبيا ولا بالكرامة، هؤلاء جيش لحماية الوطن. نعم نعم، لا أظن أن أحد اتهمهم بأنهم مرتزقة يعني سيد علي. هنالك من يتهمهم يقولون أنهم مرتزقة وأزلام النظام السابق، هؤلاء جيش ليبيا. نعم نعم سيد علي، استمع إلي من الهاتف علي. حاضر نعم، يعني أنت تقول بأن هؤلاء هم جيش ليبي ولا علاقة لهم بأي حراك سياسي في المنطقة، وليسوا مرتزقة، هم ليبيون، يعني حتى لهم مدد الحقيقة في الجيش، منهم من له 20 و30 سنة في الجيش الليبي ولديهم أرقام عسكرية، هذا ما تعنيه سيد علي؟ نعم. وصلت الرسالة أخوي علي، شكرا سيد علي من سبها. معنا الدرسي من إجدابية. سيد الدرسي أهلا وسهلا بك. حكيم بك أستاذ، ما حالك؟ أهلا يا طيب، تفضل. فيك الله يسلمك. معلش أستاذ، وأنا نعلق شوية على الموضوع نتاع قفل المصرف ليبيا المركزي بسببها. نعم تفضل. هو اللي قفلين هذوم، اللي قفل اللي دايرين اعتصام يعني. إيه نعم. هم شنو جيش؟ قالوا جيش. أين جيش؟ يتبعوا من يتبعوا؟ يتبعوا رئيس أركان حكومة الإنقاذ. إذا تو أستاذ يعني البلاد يعني ثورة 17 فبراير على المحك يعني قال تو هم تو يبوا فلوس، ومفروض مفروض في الجبهات هم مع فازر ليبيا مع الرجال يصنع التاريخ، يبوا فلوس يبوا فلوس تو وثورة 17 فبراير والشهداء والجرحى. هو قال شوف سيد يونس، انت كلامك لا غبار عليه، لكن سيد يونس قال نحن حتى تقدمنا بخطط لحمايه مدينه سبها والمراكز الحيويه في مدينه سبها، ولكن يتهم الحكومه بانها او الاركان ووزاره الدفاع انها لم تقف الى جانبهم، يعني لم تدعمهم بشيء. بالنسبه للراي كان ثوار سبها غير مرقدين ويبقوا فلوس، الله يعني يعتبروا هكي ياكلوا في حرام، يمشوا يصبوا مع فجر ليبيا ويصبوا مع الجيش الليبي. نعم شوف نعم احنا تو نشوفوا الوضع في بنغازي، سكان بنغازي تو يتعايطوا قاعدين لاجئين في المرج في المدارس في المزارع. نعم. يعني وضعهم يعني انت ترى ان اعتصامهم غير صحيح بالنسبه لوجهه نظرك. نعم نعم سيد درسي من إجدابية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا إلى هذا الفاصل، نخرج ثم نواصل. رسول الله إلا 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 رسول الله يا رسول الله. مشاهدينا أهلا بكم وأهلا بمن التحق بنا في هذه اللحظات. في هذه الفقرة سنأخذ بعض التعليقات في صفحة الحلقة. يقول حامد شابع أو شابي، يقول الجنوب الحبيب يشكل أو بشكل عام يحتاج إلى عناية ورعاية أكبر، وهنا أدعو الحكومة والمؤتمر وكل الخيرين بالاعتناء به وتقديم الدعوة والمؤازرة لأهلنا في الجنوب عموما. تحية لأحرار الجنوب أزفها لكم من المغرب الليبي أو من الغرب الليبي
مليئة بالشكر والتقدير على صبركم ومواقفكم تجاه الوطن الذي تعصف به رياح النهب والسلب والقتل، ولتعتبر الحكومة أنها راعية ومسؤولة عن كل أهلنا في الجنوب، لذا وجب زيادة الخدمات والاهتمام أكثر. فالله سائلنا عن التقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا يقين بالله يقول الشعب الليبي يعاني من الفقر وقلة الرواتب وتأخيرها وغلاء الأسعار، التجار هم سبب الحصار وإغلاق الحقول، وقرارات البرلمان المنحل تؤثر وتأثير إغلاق المصرف المركزي ورئاسة المندسين وهدفهم الحرب. أي حوار أو أين حوار ديوان المحاسبة؟ حفظ الله هذا الوطن. يعني كانت هذه أبرز التعليقات. لدينا، أشار المخرج بأن لدينا استطلاعا للرأي بهذا الشأن، نشاهده معا. بسم الله. بالنسبة للاعتصام اللي حاصل في المصرف ليبيا، والله هو اعتصام سلمي، وممكن ناس عندها حقوق وعندها مطالب تبي توصلها للجهات، عرفت؟ ما احنا ما عندناش عليه اعتراض، لكن الاعتصام لما يوصل في حق الناس الثانية يولي اعتصام، يعني عنده ظلم، يعني عرفت؟ تو احنا زينا، احنا يعني المواطنين لينا ممكن 5 شهور ما تقضينا مرتباتنا من سرقة مصرف السحاري السكر، وبعدها على طول جت وراه الاعتصام هذا. فالمواطن ما عاش، عرف والله العظيم، والله يعني خضرة ولا لحم ولا خبزة والله ما لقي الشك، والله يعني عرفت. لا، وجاي رمضان وجاي ومدارس، ويعني الإنسان يعلم بالحال، الله سبحانه وتعالى. مش معقول الناس تسكر علينا بشيء تحصل حقها، احنا نموت. هم 207,000 مؤلفة، يعني تموت على 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 سبة 200 ولا 300 شخص، يعني عرفت. احنا ما نش ضدهم، يطالبوا لكن مش بالطريقة هذه. مش تسكر علي انا، يمشي الجهات المختصة، يمشي لوزارة الدفاع، والله يمشي الجهة اللي تتبع له، يعطيهم المنطقة العسكرية، تعطيهم حقوقهم. لكن معقولة يعني تسكر على الأغلبية؟ والله في اللي عزايز اقسم لك بالله يتقاضون في الضمان، والله يشكن ويرفع يديهم ويدعن عليهم. مراه إمام الجامع تكلم، عرفت؟ يعني مش معقولة، مش نوصل لهالدرجة. طالب حقك يا أخي، طالب حقك، والله إحنا معاك، نوقف حتى معاك، لكن ما تجي تسكر علينا إحنا. وين تبي نمشي معاك؟ نمشي معاك حتى وزارة الدفاع، نوقف غادي معاك، لكن ما تسكر علينا إحنا قوتنا. شكرا، بارك الله فيك. بالنسبة لموضوع تأثير إقفال مصرف ليبيا المركزي فرع سبها من قبل المجموعة اللي معتصمين اللي هم العسكريين، الحقيقة تأثر المواطن كثيرا، العائلات تأثرت، في اللي يقدر يسلف من المحلات ويتدين، وفي اللي معاش يقدر خلاص، وأثر عليها سلبا. وحتى يعني نلاحظه في إحباط المواطنين في الشارع، وكل الموضوع اللي يحكوا عليه الآن في سبها هو أمتى يفتح مصرف ليبيا المركزي باش يضخ السيولة لباقي المصارف. أما فيما يخص الأخوة المعتصمين من ناحية الشرع، الإمام أغلب المساجد في الجمعة الماضية تكلموا عليه أن هذا يعتبر مكروه وحرام، أنك لما تغرق تغرق معاك الناس كلها، وهذا ما يجيش، وهذه من ناحية سلبية وأنانية منهم. إحنا نعرف أن بعض منهم له 30 سنة و 25 سنة و 20 سنة في الجيش، ولكن ليش ما كمل إجراءاتها من زمان وحتى حصل على الرقم الوطني؟ ليش أهمل الرقم الوطني وتوه الآن في إجراءات عامة على مستوى ليبيا من ناحية المرتبات ينظموها؟ تنظيم المرتبات هم من ضمن الناس اللي وقفوا مرتباتهم على أساس الرقم الوطني هو الوحيد الفاصل لصرف المرتبات. المفروض هم يكملوا إجراءاتهم من قبل، وبعدين في 2012 وقفوا مرتباتهم وعطوهم فرصة 6 شهور. هذا الكلام من الحسابات العسكرية وتابعناه، وعطوهم فرصة وقالوا كملوا إجراءاتكم في 2012. مجرد ما أفرجوا عن مرتباتهم في 2012 معاش كملوا الإجراءات في 2013 و14، والآن احنا في 2015. الحقيقة ننصحوهم أنهم ما يكونوا أنانيين وسلبيين،
ومن أجل قضيتهم هم يعني اللي ما يتجاوز عددهم 200 شخص يوقفوا مرتبات سكان مدينة سبها اللي تجاوز عددها 140 ألف، هذا غير اللي مسجلين في السجل المدني سبها، عدد سكان سبها بالكامل اللي يأخذوا من المصارف في مرتباتهم 200 ألف. يا ريت يستجيبوا لمطالب الناس، والاعتصام بالشكل هذا وبالقوة وبالإكراه وبالسلاح ما يجيش، ويحكموا العقل وحيتم إجراءاتهم، والله ينسقوا مع السجل المدني الأحوال المدنية، يعطوهم رقم وطني مؤقت لغاية ما يصرفوا لمرتباتهم، وإن شاء الله ربي يوفق. طالبوا بحقوقهم ولكن مش على حساب مواطنين الناس الكادحة هذه اللي هي يعني من مرتب ما عندهاش أي دخل تاني. اليوم 5 شهور يعني هذا حق ولا باطل؟ يعني قاعدين واقفين للأقل أسرة تلقاها يعني تتكون من 5 6 أنفار، مين بيخنب؟ شنو يديروا؟ انت شفت الوضع بحاله، يعني شوف يعني هم عندهم حق، اوكي زي ما قال لك الاخ اللي سبقني عندهم حق، ولكن مش بالكيفيه هذه. يعني احنا تسكر علينا 5 شهور ما عندناش يعني خط مرتب، ما عندناش اي دخل ثاني، وشهر رمضان على الابواب، ويعني شوف انت المعيشه غاليه، يعني اقل شوف انت الخضره والحاجات هذه اقل حاجه تلقاها بهذاك التكل. والحكومه احنا مدامين احنا شو بنقول، شكارة رز ب 50 دينار. ما احنا ما ريناش منهم اي حل يعني بالنسبه للحكومه، يعني قاعدين ناس قاعده معتصمه وتاكل في اللحم وقاعده مقامزه، واحنا قاعدين مسكر علينا المصرف من تسكيره مصرف الصحاري، سرقة مصرف الصحاري، وشوف انت يعني العمليه كيف زادت تازمت. يعني اليوم من واحد في اللي من شهر واحد ما رام تو احنا في شهر 5، يعني كيش يعني يجب يديروا لنا حل فيها. المجلس البلدي لازم يطلع ويتكلم، مجلس بلدي احنا ناس منتخبينها وعلى اساس تخدم المواطن، مش بالكيفيه هذه. هم يعني مش شاعرين بينا، يعني قاعدين على التكييف، واحنا قاعدين حتى من ازمه الضي للمرتبات للغاز لكل شيء، طابور 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 طابور. مجلس البلدي ما دارناش اي حل، يعني نكلموا لا حافل لا غدفي لا هذيم اللي احنا ناس انتخبناه على اساس ان تصلح لنا لبلادنا وتخدم المواطن وتوفر له يعني سبل المعيشه. احنا ما طالبين يعني حاجات اكثر من هيك، احنا طالبين حقوقنا مرتبنا بس. يعني انا واحد من الناس ربي في 9 ارواح، مين نجيب لهم اليوم تو في 4 شهر؟ ويفرج الله ان شاء الله وعاشت ليبيا حره ابيه. من جديد مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لازلنا في هذا الموضوع، تأثير إغلاق مصرف ليبيا المركزي بهذا الاعتصام وتأثيره على أسر الجنوب. الحقيقة أن مصرف ليبيا المركزي لمن لا يدري يعني هو أو مدينة سبها يعني هي مركز الجنوب، أو يعني هناك منطقة أوباري وغات ومرزق و يعني كافة المناطق والشاطي، يعني رقم كبير من الناس يقتات من هذا المصرف. المخرج يخبرني بأنه حاول الاتصال بالسيد حامد الخيالي عميد بلدية سبها، ولكن لا أدري ما سبب لم يتمكنوا من الحصول على رد من السيد حامد الخيالي عميد بلدية سبها. الحقيقة نريد أن نناقشه في هذا الموضوع، يعني كيف كان تعاملهم مع هذا الاعتصام، وكيف يروا أو ينظرون إلى طلبات هؤلاء المعتصمين، وماذا بشأن مرتبات يعني المواطنين الموقوفة من قبل هذا أو من جراء هذا الاعتصام. معنا السيد أنور من طرابلس. أنور أهلا وسهلا بك سيد أنور. أهلا وسهلا بك أخوي أنور. معلش لو سمحت، أنا نشوف في اللقاءات والحوارات اللي صارت في مدينة سبعة وفي التعليقات في تضارب في الأقوال الباين كل واحد يعني يعطي في اتجاه، أنا نشوف فيك الآتي. المفروض سوى يعني بارك الله فيك إذاعة بروراما، يعني هذه خطة كويسة، خطة ممتازة. المفروض ما دام تحت الموضوع عليكم بالتنسيق مع عميد البلدية، وعليكم التنسيق مع الحسابات العسكريه على الاقل تشوف العسكريين، ترك مش ليبيين هذو، ترك يعني قصدي يعني
يعني ما لهمش علاقه بالامور العسكريه بكل مراحل. نعم، احنا حاولنا الاتصال بالسيد حامد الخيالي عميد البلديه، انا نوهت لذلك، يعني ما زال الاخوه في الكنترول يحاولون الاتصال بالسيد حامد الخيالي عميد بلديه سبها للاستيضاح اكثر يعني. وبعدين بعدين استاذ محمد في ملاحظه مهمه، معقوله تو واحد عسكري داير اعتصام مهما كان وبما ياخذش مرتبات اربع سنوات، وين في الماضي؟ وين يعني في معليش تو معليش اسمح لي بالكلمه هذه على اذاعه برنامج أن تنسق مع الحسابات العسكرية وتنسق مع الشركات سواء في هنا في طرابلس أو في تبرق، كل العسكريين المفروض يرجو الاهتمام بهم مهما كان صفتهم سواء في النظام السابق حاليا. هذا في النهاية معاش محمد، وهذا مواطن لابد يحترم مهما كان اتجاهاته. يعني أنت تضع اللوم على وزارة الدفاع والأركان. اللوم على وزارة الدفاع، وبعتلي يا أستاذ محمد رأي نعم. مهم، لابد من يعني لقاء خاص مع اللي ماسك الحسابات العسكريه في رئاسه الاركان على الاقل ايام وسامه او ايام كل اللي كان ماسكين المناصب العسكريه على الاقل الوحدات الحسابات العسكريه لهم دور فعال في الامور هذه، لان الحسابات العسكريه هو يعطيك النتيجه الكامله سواء هذا العسكريين نعم العسكريين. نعم اخوي انور من طرابلس، شكرا جزيلا سيد انور من طرابلس. معنا محمود عقيله من سبها. سيد محمود اهلا بك. مرحبا يا سيدي، شلون حالك؟ اهلا سيد محمود. يعني مرحبتين، اهلا بك. تفضل نتحدث عن الاعتصام ومدى تاثيره على الاسر في الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. اللهم صل وسلم. نعم، تحبيننا وبين قومنا بالحق وانصر خير الفاتحين. بالنسبه لما يحصل الان في سبها حقيقه، لاول من نجعل او نطلب من الحكومه في حكومه الانقاذ رئاسه الاركان انها تهتم بمنطقه الجنوب وما يحصل فيها. الجنوب ارضا ارض ليبيه وارض المهمه في ليبيا، وان تهتم بها، لان الامر اللي حاصل في الجنوب الان حاصل كانها الجنوب خارج نطاق ليبيا، ما فيهاش اي شيء يدل على انها المنطقه داخل الحدود الليبيه. الاعتصامات في بدون اهداف وقفل المواقع الاساسيه والاعتداء على الجهات المدنيه، وهذه الامور اللي بالنسبه للاعتصام اللي حصل في المصرف المركزي. نعم، هذول شباب، في مجموعه منهم شباب عسكريه فعلا، وشباب قدموا، وشباب عطوا من ضمن 17 فبراير، وعطوا في الحرب اللي حصلت في 2014 ضد الهمج القادمون، هذول اللي يسموهم قادمون، ومنهم من استشهد ومنهم من جرح ومنهم، ولكن مش بالاحداث اللي تو اصبحت تتضح وتبان، كان الامر مدبر تدبير. يعني الاعداد هذه بهالعدد ال 400 وبال 500 وبال 700 وبال 1000 هذه لو كانت موجوده فعل الجيش وموجود على الارض، هذه كلها يكون لها منظور ويكون واضح ويكون عنده مكان ويكون عنده تجمع ويكون عنده قاده ويكون بعدين. هذا مش غير جيش، الان الجيش عنده ضباط يسبها لا يقل عن 400 و450 ضابط، وينهم؟ هل هذول فعلا جنود تابعين للجيش الليبي؟ هل هم هذول ناس عندهم اجنده يشتغلوا من اجلها؟ يعني ما تعرفش كيف تقول الامر. بعدين اذا كان هذول جيش، يا سيدي حصل تو الان شهر مصرف ليبيا مقفل، العائلات، الناس العجزه، اصحاب المعاشات الاساسيه، اصحاب العائلات الكبيره، الان دخل علينا شهر رمضان، داخل علينا امتحانات والناس بده يشروا حاجات اطفالهم، مقفل المصارف في سبها بالكامل، جميع المصارف مقفله، الناس وكانها ما هيش موجوده على الارض ومش موجوده عليه في القرن ال21. لا يمكن يجوز هذا، لازم نتحرك رئاسه الاركان، وتحرك وزاره الدفاع، وتحرك رئيس الحكومه، ويحضروا يجوا يشوفوا سبها تبعهم ولا ما يتبعهم، اذا كان تبعهم لازم يطلع حد. لازم يكون عندهم جيش فعلي وجيش موجود، يا سيدي يجوا يسجلوه وياخذوا ارقامه، واللي عنده الحق ياخذ حقه. احنا ما نطلب انه يوقفوا معاشات ناس عندها تشتغل، ولكن مش بالطريقه هذه. يعني منظر منظر غير حضاري، منظر لا ينم للمدنيه يعني مصرف معقوله تجد تكتم اكياس الاكل والناس واحد واقف فوق وواحد واقف تحت وواقف واحد نازل، وكل يوم الاعداد تزيد، عدد السيارات اللي موجوده في الشارع تقفل الشارع على تستطيع حتى المرور منها. هذا ما يصحش. وبعدين في قنوات يجب انها هي هم هذه
تمشي لها قبل لا تجي المصرف. بعدين المصرف هذا حيادي حتى في الدولة الآن في ما يحصل في ليبيا. مصرف ليبيا المركزي حيادي ليس مع حكومة الإنقاذ وليس مع حكومة الأزمة ولا لا تبع طبرق ولا تبع طرابلس. نعم. المصرف المركزي اللي جاء حيادية هذه في نعم خوي محمود داخل الليبيين. نعم خوي محمود شكرا رسالتك وصلت وتوضيحك وصل إن شاء الله. شكرا جزيلا على تواصلك معنا. معنا سيد سالم من طرابلس. سالم أهلا بك سيد سالم. السلام عليكم سالم حمد. أهلا وسهلا بك خوي سالم. أبو سالم. نعم أبو سالم. أبو سالم أهلا بك أبو سالم. أول حاجة هذا محمد في استطلاع الرأي أنا في واحد من الأخوة قال ما حد حاسبينا الكلمة هي والله حسيت بها أكثر واحد أنا لأنها جت على الجرح. ثاني شيء الشيء بالشيء يذكر معناها أنتم تذكروا على المرتبات وعلى الانقطاع يعني بنجيب نطلع الموضوع شوية لكن على نفس موضوع المرتبات ونقول فعلا را والله ما الناس الفقراء والبسطاء اللي ما ليهم حد هم مالي ليهم إلا ربي فعلا را والله ما حاسبهم حد ولا حد معدل عليهم. لأننا نكلم فيك شخصيا لا عسكري ولا كنت قبل مهم ولا تو مهم يعني على هامش الهامش زي ما يقولوا أو أقل من حتى الهامش. وحاليا لا بالعكس بالعكس وحاليا والله خاش رابع سنة خاش فيها وكنت مدني موظف مدني خاش في رابع سنة ولحد الآن بدون أي مرتب ومشيت للوزارة وقابلت واحد وقابلت وزير تقريبا ودرت ملف ومشيت حتى المحكمة والله لا حياة لو منت نادي وفي الإذاعات بس يقولون المواطن وإحنا 17 فبراير ومن أجل الحرية والمواطن البسيط المظلوم الكادح وهم جو أظلم من اللي كان ظالم منهم فبدلنا طغاة بطغاة وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ولو كان فيه فعلا دولة في واحد مسؤول هو يتكلم ويتصل يقول تعالى لينا واعرض قضيتك لو أن فعلا عندنا دولة وعندنا 17 فبراير وعندنا ناس تحكم هو يتكلم واحد يقول فعلا فيه دولة وتعالى كلمني وتعالى اعرض قضيتك لكن والله ما همهم إلا أنفسهم وإلا علاقاتهم وإلا أسرهم. أما الفقراء والمساكين حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سيد سالم أو أبو سالم من طرابلس شكرا جزيلا لك. أرجو أن تكون رسالتك وصلت يعني الحقيقة سيد سالم أوضح بصوته الأجش ما يعاني منه زي ما قال الناس العاديين. معنا من معنا؟ السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا سيد عبد الله. معك اخوك عبد الله من درنا يا اخانا. بالجوده يا سيد عبد الله اهلا وسهلا بك. شو اخباركم؟ الله يبارك فيك. سيد عبد الله. نعم. او ابو عبد الله نحن الان نتحدث عن اغلاق مصرف ليبيا المركزي في مدينه سبها نتاج يعني هناك مجموعه عسكريين اعتصموا امام المصرف لان مرتباتهم لم ترسل لهم. وأيضا أغلقوا المصرف فأصبح الناس يعني الآن أكثر من ربما شهرين لم يتقاضوا مرتباتهم. يعني ما رأيك أنت في هذا الموضوع؟ والله يا أخانا أول شيء نعم معلش سمحني نكلمك على موضوع ثاني موضوع مدينة درنا عرفت يعني كما أقول البلد كله المصر كله بلاده وعزيها عرفت أخونا يعني بكت درنا قصة الرقم الوطني اسمح لي يا أخوي قصة الرقم الوطني يا أخانا درنا مشاكل ليش أنت عارفين درنا محاصرة وعارفين إن جماعة عديمي الكرامة قاعدين على بوابات من عند المرسلة من عند مرسوبة من عند مارة وتم أي واحد يطلع يبي الرقم الوطني فرضين عليه يطلعوا للمناطق المناطق تبع الكرامة وأي واحد لما يطلع يبي الرقم الوطني يمسكوا فيه ويشدوا فيه يحطوا في السجون ويعذبوا فيه يعني الأمر هذا نبو جماعة اللي في طرابلس مسكين غادي ينظرونه باحتبار يعني امر خاطئ كنت بحس له يا خانة امر خاطئ لو واحد من الناس راتبه وقف وهالي راتبه موقفا سبب هالامر الرقم الوطني مفروض درنا لها شأن بروحها قاعده في وسط بؤرة الكرامة في الشارع واضح وصريح تبرد نعم. البيضة شحات كلها نظرونها يحرمونها شيء معين انها ارض حرب وارض وقاعدين عليها يهرموا حشاق عليها تهريم فهمت مفروض نعم. امر بروحها يا اخوي عرفت الموضوع هذا الله في أمانة في قصتك توصل الناس المسؤولة لغادي يا أخي إن شاء الله يكون وصل أخوي أبو عبد الله من درنا شكرا جزيلا لك.
الحقيقة أن هذا الموضوع يعني لا أظن، لا أدري إن كان يجوز لي أن أقول هذا، ولكن كل اللوم على وزارة الدفاع وعلى الأركان وعلى الحكومة وعلى المؤتمر الوطني، هم من يتحملون ما يحدث في مدينة سبها. يعني لم يخرج أحد منهم على حتى يتحدث عن هذا الموضوع باستفاضة، إن كانوا هؤلاء الذين يعتصمون، الذين الآن يمنعون مرتبات الناس ربما أكثر من 500,000 في الجنوب، مرتباتهم لا يجدون قوت يومهم، وكيف ما قال خونا أن الناس العادية ما حد حاس بهم، بالتأكيد ما حد حاس بهم. يجب أن ينظر في هذه القضية، إما أن إن كانوا هؤلاء مطالبهم، النظر في مطالبهم كانت شرعية، يجب أن تمنح لهم فمرتباتهم، هذه حقوقهم وواجبات على الدولة، وإن كانوا غير ذلك الحقيقة يجب وضع حد لهذه الأزمة. وأنا رأيت الحقيقة أن تمت رسائل طويلة أرسلت إلى الحقيقة إلى الأركان ووزارة الدفاع، أرجو أن تكون وصلت، وأرجو أن لا يستهان بها. بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا، وأستودعكم الله على وقتكم.